بسم الله الرحمن الرحيم. نتناول اليوم مبنى جامعة بغداد في العراق، وهو أحد البحوث المقدمة في مادة عمارة عربية للمرحلة الخامسة قسم عمارة. جامعة بغداد هي أكبر الجامعات العراقية، وتقع وسط العاصمة العراقية بغداد. أسست في أواخر عقد الخمسينات، ولكن لبناتها الأولى تعود إلى سنة 1908، حيث تأسست كلية الحقوق، مدرسة الحقوق سابقا، وما تبعها بسنوات قليلة من كليات أخرى مثل دار المعلمين العالية، التربية لاحقا، والطب في سنة 1927، والصيدلة والهندسة. تقع الجامعة قرب نهر دجلة، وصممت أبنيتها على يد والتر كوروبيوس، حيث بدأ بالخطة الرئيسة في عقد الستينات لبناء الحرم الجامعي لكليات الهندسة والعلوم والفنون المعاصرة. في عام 1943 التقى هذا المعماري بينما كان مدرسا في هارفرد طالبا من العراق باسم نزار علي جودة، وهو ابن لرئيس وزراء الحكومة العراقية لعام 57. وهنا يبدو الرابط الأول للقصة. في عام 54 زار كوروبيوس بغداد وهو في طريق العودة من اليابان، والتقى في حفلة كوكتيل مجموعة من المثقفين العراقيين، وتحدثوا بطموحات مثالية في إنشاء جامعة تساهم في تسريع عملية التقدم الحضاري للعراق. وبالفعل في عام 57 تم تكليف والتر كوروبيوس من قبل رئيس الوزراء العراقي آنذاك السيد علي جودة الأيوبي لوضع مخطط للجامعة. لم يكن هذا المشروع بالهين، ولم يأخذه كوروبيوس إلا بكل جدية، فهو دعوة إلى تصميم جامعة متكاملة تضم المئات من المباني، وفي موقع استراتيجي مهم بين منحنيات دجلة في بغداد، وبنفس الوقت تحديد فلسفة منهجية في التعليم لتلك الجامعة الحديثة. بدأ البناء عام 1963، حيث وضع عبد الكريم قاسم حجر الأساس للمبنى الأول. هاي صورة قديمة لوالتر كوروبيوس أثناء فترة تخطيط جامعة بغداد. موقع الجامعة يكون على منعطف استراتيجي في نهر دجلة جنوب وسط مدينة بغداد، تحيط به محاور من ثلاثة جوانب على ضفاف نهر دجلة. ساهم السد العالي الذي يبلغ طوله 10.5 أمتار في تغيير في ارتفاع الحرم الجامعي من مستوى النهر. حددت أشجار النخيل والفاكهة الموجودة موقع مجمع المبنى المركزي. لاحظوا هنا باللون الأحمر هو موقع الجامعة، وباللونين الأحمر هو موقع السد العالي اللي حدد منطقة وجود الجامعة. هنا صورة توضح إطلالة الجامعة على نهر دجلة، وهذه أخرى صورة قديمة توضح شكل موقع الجامعة والارتفاعات. الفكرة التصميمية، وضع فريق كوروبيوس مخططا للجامعة فيه الكثير من المثاليات التي حملت تزاوجا بين مفاهيم العمارة الحديثة التي كان كوروبيوس أحد مؤسسيها من تكنولوجيات البناء، وتحرر الفضاءات والشمولية التصميمية، وبين الطرز والأنماط العراقية المحلية التي تميزت بها مباني وفضاءات بغداد التاريخية. توصل الفريق إلى خطة تشينك المثالية، وهي دمج دقيق بين الزخارف العربية مع أحدث التقنيات. وعلى لسان كوروبيوس نفسه قائلا إن الفكرة الأساسية هو تحقيق توازن بين الوحدة والتنوع، وبين التكامل والتمايز، لأجل تحقيق تجربة فكرية ووجدانية تجمع بين الشرق والغرب. وهنا إشارة إلى التركيبة السكانية المتنوعة للعراق، وهدف الجامعة في أن تجمعهم فكريا ووجدانيا وبمعالجات عصرية مستفيدة من الغرب والشرق. لاحظوا هذه التصاميم الأولى التي وضعها والتر كوروبيوس مع المناظير المختلفة بيد المصمم. ولهذا الاهتمام الكبير بمشكلة جعل الشعب العراقي المختلف الأعراق في فضاء مشترك للتحادث مع بعضه البعض. تم تنفيذ ذلك من خلال تجميع البنية حول ساحات، وأيضا اتباع مبدأ
الكورت الداخلي. ومع ذلك لم يكن هذا مجرد زرع لأفكار أمريكية، أراد غروبيوس أن تتلائم مبانيه مع محيطها ومع نظرته المتفائلة للطبيعة البشرية، وقد صممت باحاته وصالات الطلاب خصيصا لتعزيز التسامح والمحادثة بين الشباب والشابات من مختلف الأعراق. كان هذا أحد أبسط أبنية المسجد مستقبلا على شكل أفطار من النوع الذي يمكن أن يشاهده بسهولة وهو يتجول حول فنائه، وأعطى موقعا مركزيا لممر يدعى العقل المفتوح، وهو رمز لمستقبل العراق المتعدد الأعراق والتقدمي. هاي الصور توضح الصورة القديمة لجامعة بغداد والصورة الحديثة الآن. هذه الأبنية المكونة للجامعة قديما وحديثا. مزج كروبيوس بين العمارة المحلية التقليدية وعمارة الحداثة من خلال استخدام العناصر والزخارف التراثية باستخدام مواد حديثة، وهي الخرسانة التي شاع استخدامها بشكل كبير. الغرض من ذلك هو التوازن واحترام الهوية، وأيضا لأسباب مناخية. عمل والتر كروبيوس على تكريس قناعاته التصميمية عبر نظام تخطيطي معبر ينطوي على تآلف عناصر تخطيطية متماثلة في لغتها المعمارية مع عناصر أخرى تتسم معالجاتها التصميمية على قدر كبير من التميز والإثارة. وهذا التمازج المفعم بالتشويق بين العادي والاستثنائي وبين المألوف والنادر هو الذي يجعل من مخطط جامعة بغداد حدثا تصميميا على جانب كبير من الأهمية والريادة. هاي صور أولية لبعض مناظير اللي قدمها والتر كروبيوس مع المسجد المصطفى الموجود حاليا. أهم مباني الجامعة، أولا القوس المفتوح. أطلق كروبيوس اسم العقل المنفتح على قوس البوابة ليجسد المفاهيم والأحلام والطموحات التي ارتكزت عليها فكرة مخطط الجامعة، والتي شاركه بتلك الأحلام بعض من مثقفين العراقيين في زمن كان العراق يتوق إلى نهضة حقيقية، واعيا من سبات قرون تحت وطأة احتلال عثماني بغيض لم يترك للعراق إلا منازعات وتفرقة وشعوب أمية ومدن وتلال خربة. ويبقى اليوم هذا القوس العقل المنفتح رمزا مهما لزمن تلألأت فيه نحظة مرتقبة لم تدم حالها كأحلام ليلة أمس. الجامع، هيكل الجامع الذي صممه كروبيوس كان مثالا عبقريا لبناء يحمل في طياته رسالة ذات محتوى تقدمي عصري يدعو إلى التجديد والتواكب مع العصر من خلال ارتكاز القبة على ثلاثة أركان وانفتاح الجوانب إلى الخارج عبر طبقات الزجاج التي تحقق الشفافية والتفاعل بين الخارج والداخل. يتناوب المسجد على الشبكة الشمسية ويبتعد قليلا عن الساحة الأكاديمية المركزية. المسجد يواجه القبلة كما هو التقليد في نوع بناء المسجد. من الأهمية بمكان أن يكون المسجد خارج المحور وسحب من الزاوية الجنوبية الغربية من ساحة الحرم الجامعي كما هو مبين في مخطط الجوجل أرث والمحدد بدائرة خضراء. فإذا نفصل بين العقيدة الدينية والتحسين الأكاديمي لمواطني بغداد، فهذا هو موديل لمسجد المصطفى في اليمين، وفي اليسار هو ما نفذ فعليا. مبنى البرج الجامعي، يعتبر مبنى رئاسة الجامعة البرج من أجمل وأبرز المعالم المعاصرة للعاصمة. يتكون من 19 طابق يمكن رؤيتها من مناطق مختلفة من العاصمة، وتحتوي على مكتب رئيس الجامعة، مكتب المساعد العلمي وبقية الأبنية الإدارية إلى جانب قسمي شؤون الطلبة والتصديقات والدراسات العليا التي نقلت بعدين إلى الخارج البرج. أما سبب تصميم هذا البرج إن الجنرال عبد الكريم قاسم في المشروع دعا غروبيوس إلى بغداد عند الانتهاء من مرحلة التخطيط الرئيسية وطلب تغييرا واحدا أن يكون قادرا على رؤية الجامعة من مكتبه في وزارة الدفاع.
فلاحظوا هذا البرج الشامخ بطوابقه التسعة عشر. هناك المكتبة المركزية، فأسست المكتبة المركزية بالتسعة وخمسين على أثر قرار تأسيس الجامعة في السبعة وخمسين. تنقسم المكتبة إلى قسمين، الأول في منطقة الوزيرية ضمن مجمع منطقة الوزيرية، أما موقعها الرئيسي فيقع ضمن مجمع كليات ومعاهد جامعة بغداد في منطقة الجادرية. لاحظوا هذه الواجهة الأمامية للمكتبة المركزية، واستخدمت الأروقة لتوفير التظليل للطابق الأرضي والممرات المحيطة، واستخدام كاسرات في الطابق الثاني. الخطوط المستقيمة استمرار على نهج كوروبيوس، النوافذ الزجاجية الكبيرة واستخدام الكونكريت نتيجة للتطور وانتشار عمارة الحداثة. نلاحظ أن جميع مباني الجامعة تمازج ما بين الحداثة المتمثلة بالمواد المستعملة واستقامة الخطوط، إضافة إلى العناصر التراثية كالأقواس والقبة، بالإضافة للمعالجات المناخية المتمثلة بالكاسرات وغيرها من المواد. هذه التربية الرياضية وملعب الجامعة الذي يتميز بوضوح من خلال ملاعبه الخضراء. هنا كلية هندسة الزراعة وكلية الزراعة والحديقة الداخلية لمبنى الجامعة. المعالجات البيئية والمناخية، أظهر كوروبيوس اهتماما شديدا بطبيعة المناخ، فقد خطط لأن تكون من منافذ للجامعة محاطة بمئات من أشجار النخيل واليوكاليبتوس التي ستوفر الظل وتساهم في تبريد الهواء على السطوح المجاورة. صمم المباني بشكل غير متناظر لتحقيق أكبر مساحة للظل ممكنة، ومن إبداعاته أنه صمم كاسرات لضوء الشمس المباشر غلفت الواجهات، وحتى استعمال الحصائر من وبر الجمال فوق الشبابيك تستعمل كستائر. استخدم الأحواض أشل داخلية وملأها بالنوافير وأحواض المياه وحتى مرشات المياه من على السقوف. نلاحظ الصور التابعة للجامعة. شكرا وإلى لقاء آخر. هاي كلية التربية بنات بآخر المجمع، تتألف من 3 أقسام: قسم علوم نفس تربوية، قسم رياضة الأطفال، وهي مخصصة فقط للبنات. نفس النظام نفس التشكيل الكليات. جامعة شلون طلبة علوم نهرين تعال وين زينب.